خلينا قبل ما نتكلم عن قائمة الفرقتين النهاردة، خليني أسأل الدكتور حسام على مين يعني إيه نقاط القوة والضعف في طلائع الجيش النهاردة؟ طلائع الجيش مجموعة من الشباب طالعين مع بعض السنة دي، دعموا بمجموعة من اللاعبين على ما أعتقد هتبقى إضافة ليهم. أحمد عبد العال في مركز 4، كان لعيب سابق في منتخب مصر والنادي الأهلي. أحمد قطب طبعا كان مركز 2 أوبزيت، طبعا من اللعيبة اللي هم يعني كان في حتة تانية خالص، نتمنى اللي هو يرجع تاني، كان هيجي الزمالك على فكرة من سنتين. نتمنى اللي هو يبقى يرجع تاني لمستواه، لعيب كويس جدا، كان بعد أحمد صلاح على طول في المنتخب كمان، دعموا بيه السنة دي. دعموا بيه السنة دي. عندهم ليبرو كان في الزمالك، أحمد عزمي من الناس الكويسة جدا، عندهم ليبرو تاني حكاية، ده محتاج اللي هو بس يتلمع شوية، ده منتخب مصر لعيبة ناشئين صغيرين ينقصهم خبرات، لعيبة مش سهلة، يعني ماتش النهاردة مش سهل، بس ممكن الزمالك يسهله بطريقة لعب اللي أنا ألعب صح. هعتذر أني هقطع حضرتك، ده لقطة من الصالة دلوقتي، وجماهير الزمالك العظيمة اللي دايما بتعمل حالة جميلة جدا جدا، في مدرج كامل في جماهير الزمالك الوفية والعظيمة اللي طول الوقت متواجدة في ظهر فريقها بالتأكيد. الصورة جميلة طبعا. صورة جميلة مفيش كلام، بنتمنى انها تفضل صورة جميلة كده وتكون المباراة خالية من اي نوع من انواع التعصب الرياضي، ولكن حدش يقدر ينكر ان حلاوة الرياضة طبعا. الجماهير طبعا حقيقي طبعا. هو الميزة في الكرة الطايرة عامة، كرة الطايرة عبارة عن أسرة واحدة، معظم اللعيبة اللي موجودين عائلات، صحيح، ابن كذا ابن كذا اخو كذا، كل الناس عارفة بعض، فبالتالي صحيح. حتى لو في الملعب تنافس فبيبقى في احترام. يعني دي اهم حاجه في مفيش تجاوزات. مفيش تجاوزات طبعا. يعني دي من المميزات بتاعت لعبتنا، يعني صحيح. بنحب اللي احنا نقولها يعني صحيح. بالنسبه لطلائع الجيش عندهم برضو لعيب في مركز 3 شهاب، شهاب ده كان لعيب في نادي الزمالك، شهاب ده اعلى وزب في مصر، سنتر حلو قوي. يعني هو لعيب مزاجي، لما بيكون فايق بيبقى حاجه تانية خالص. عندهم في مركز 4 لعيب خبرة زي تايسون عمر نجيب، طبعا لعيب كويس جدا. عندهم لعيب واعد طالع اسمه يوسف العنتبلي، من افضل ده لعب معايا كاس عالم برضو، من افضل اللعيبه اللي طالعه برضو في مصر. نتمنى يعني يكون النهارده مباراه الزمالك تظهر بقى الوجه الحقيقي لفرقتنا، وفي نفس الوقت هيبقى المباراه مش بالسهوله يعني صحيح.